إن في لساني اعوجاجا وكثيرا ما ألحن وأجد صعوبة في قراءة القرآن، دلنا على ما ينفعنا. قراءة القرآن كثير من الناس يظن أنه لا يستطيع لوجود يعني ثقل في لسانه. أنا أترك هذا الآن. الآن غير العرب في أحرف لا يستعملونها في حياتهم كلها، لا تستعمل هذه الأحرف، ولذلك لا يستطيع أن ينطق بها، لا يستطيع أن ينطق بها لأنه ما مرت عليه ولا استعملها في حياته كلها. وهي 8 أحرف تقريبا: الصاد وأخواتها، الصاد والضاد والطه والظه، والعين والغين والقاف والحاء. يصعب عليهم لأنه ما سمعوها ولا يستخدمونها، وذلك لا يستطيع أن يأتي بها. لكن مع التدريب يستطيع. كل ما في القضية أن الأمر يحتاج إلى تدريب فقط. ونفس الشيء هذا الذي يقول أنا لا أحسن قراءة القرآن في لسان اعوجاج، لأنه لم يحاول. حتى هذه السين تطلع ثاء أو ثاء أو كاء، هذه أيضا أهل التجويد أخبرونا، قال والله يأتوننا ناس السين ما تطلع نطلعها، لا تطلع، بس هو يبي له تدريب بس. فهؤلاء يحتاجون إلى تدريب. يعني من الكويت يقول ضاد، كلنا نقول ضه ضه ضه. لما تعلم الناس الضاد 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 صاروا يقولون الضاد، والعين والغين، عفوا الغين والقاف، كثيرا ما نخلط بين الغين والقاف. حتى إنه يعني من الطرائف يعني أن أحدهم جاء يمدح شيخا يعني يحبه، فيقول يا شيخ والله إني أرى فيك أنك من بغايا السلف. هو يريد يقول له من بقايا السلف بالقاف، فقال له من بغايا السلف أي العاهرات. فيقول الشيخ والله إني أرى فيك أنك من بغايا السلف، قال الله يقبحك. المدح هذا المشكلة، القاف والغين يعني استخدام القاف مكان الغين فأفسد المعنى كله. فهي لكن هذا يستطيع أن يقول القاف، لكن يحتاج تدريب، يحتاج أن يتدرب على هذا الأمر. فنعم لا يحزن، بس عليه أن يكون جادا في أن يتعلم ويبحث عن شيخ مجيد من القراء، أو يذهب إلى الأترجة. في الكويت مراكز الأترجة أكثر من 50 مركز الأترجة للرجال والنساء، مركز الأترجة يتعلم قراءة القرآن هناك بدون مقابل، يتعلم ويجيد قراءة القرآن والحمد لله.